توبة الله عليه وإخراجه من الجنة. نعم. قال تعالى: فأخرجهما مما كانا فيه، يعني من النعيم. نعم. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اهبطوا بالجمع، وجاءت بالتثنية اهبطا. اهبطوا بالجمع يعني آدم عليه الصلاة والسلام وحواء وإبليس. واهبطا إما أن يكون عائد على آدم عليه الصلاة والسلام بحسب السياق وحواء تبعا له، ثم الطرف الثاني هو إبليس، أو آدم وحواء. نعم. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني لا يخلد في الأرض خلود أبدي، سيعود إلى الجنة. نعم. إذن خرج ليعود إليها. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. اللهم تب علينا وارحمنا يا أرحم الراحمين. هذا فيه التفريق بين ما حدث من آدم عليه الصلاة والسلام وما حدث من إبليس. أمر إبليس بالسجود فأبى واستكبر وكان من الكافرين، إذن قامت عليه الحجة وعاند وأصر وبقي. وآدم عليه الصلاة والسلام مجرد أن حصل منه ما حصل، الله سبحانه وتعالى من عليه بالتوبة، و كانت هذه الكلمات التي علمها الله سبحانه وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. الخوف على ما يستقبل والحزن على ما مضى. نعم. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لا يمكن بعد هذا أن نتكلم بكلمة في حق آدم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال اهبطا منها جميعا. نعم. بعضكم لبعض عدو. ظهرت العداوة الآن بين آدم وذرية آدم عليه الصلاة والسلام وبين إبليس ومن كان معه. نعم. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اللهم اجعلنا ممن اتبع هداك واهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الجزاء من جنس العمل، نسأل العافية والسلامة. نعم. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. نعم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. علم الله سبحانه وتعالى آدم عليه الصلاة والسلام وحواء هذا الدعاء، و
تاب عليهما. نعم.